السلام عليكم. كثير من المتابعين سألوني عن طريقة استخدام ملف الجي بي اكس اللي اخليه بالوصف مال مقاطع الفيديو. ملف الجي بي اكس ببساطة هو خارطة الطريق اللي نستخدمها للمكان اللي نروح له. بكل مكان اللي احنا نروح له انا جاي اخليه بخارطة الطريق. شلون نستخدم هذا الملف؟ ببساطة نروح على مقطع الفيديو اللي نريد ناخذ منه خارطة الطريق، مثلا هذا جبل سناء. نروح على الوصف، هنا نعطي شو مور اظهار المزيد يعني بالعربي، هنا خارطة الطريق بصيغة جي بي اكس. نضغط على الرابط، ننتظر يحمل. هذا هو طلع هنا داونلود يعني تحميل، نضغط عليه ننتظر يحمل. هذا هو الملف بدأ يحمل. نروح بعدين على خرائط الجوجل، نكتب مابس، هذا هي. ندخل على الموقع مال خرائط الجوجل، نقدر طبعا نغير صورة الستلايت اللاير مال الخريطة. نروح على القائمة، نختار your places أماكنك، أيضا نضغط عليها. بعدين نروح على المابس، هاي أيضا هم نضغط عليها. ننزل للأخير هنا create map أو صنع خريطة، نضغط عليها. هسه نروح لهذا الملف اللي نزل هنا، نقول له show in folder، هذا هو show in folder، نزله. نختار الملف احنا نزلناه مسبقا من import استيراد بالعربي، ننطي select from your device يعني من الحاسبة، وين هو نازل نختاره، نصعد على الموقع راح يطلع هنا loading تحميل. طلع عندنا هذا الطريق، هذا هو من البصرة، من مدينة البصرة. هاي من ساحة السعد، انا مخليه هاي ساحة السعد الى صفوان، من صفوان بعدين نطلع. هذا هو بكل بساطة، هذا ورا ما يطلع هنا نقدر نفتحه عن طريق التلفون النقال، هم على خرائط الجوجل. تروح على نفس الشيء نفس الطريقة مابس، تلقي الطريق النيمد رود، هذا النيمد ماب، تستخدمه أثناء القيادة وهو يشرح لك وين يعني يدليك موقعك انت وين الخارطة من خلال التلفون. تتبع الطريق هذا الأزرق يوصلك للمكان اللي انت تريده. أي شيء ما واضح أي استفسارات أنا موجود، راسلوني وأنا أرد عليكم.